هان في عندنا نحن التركيز على ضربات الأرجل بنسبة 75% تقريبا و 25% ضربات الأيدي. أنه بتعرف هي حلاوة وفن هالرياضة هيدي أنك أنت توجه الركلات توجه ضربات الأرجل ترفع أكيد الأصعب وهي فعاليتها قوية إذا في حال فعلا كانت الضربة موجهة بشكل قوي وسريع أكيد تعطي نتيجة بتكون نتيجة أقوى من ضربات الأيدي لأنه نسبة لشو إذا لاحظ أنت عضلات الأرجل أو الفخذ الرجل لاحظ عضلاته ما مثل عضلات طبعًا الأيدي طبعاً ونقطة انطلاق الرجل طبعًا أكيد حتوجه قوة الدفع أقوى بس هون إنه نحن ما دام عم يستخدم رجل الأرجل والأيدي ما بشكل في سليم بشكل سليم وحركات صحيحة مش بشكل عشوائي أكيد المباراة ماشي كما هي ومثل ما ذكرت إنه محتمل أحد اللاعبين يوجه ضربة قاضية لخصمه باليد أو الرجل ممكن ينزله ضربة قاضية وما يقدر يرميه وممكن تخلص المباراة أو الجولة أو جولتين وما يقدر يرميه فهذا أمر طبيعي بس إذا سنحط له الفرصة